تطلع هيئه المواد النوويه بدور رئيسي في هذا المشروع المهم الذي نحن بصدده الان في بلطيم بمحافظه كفر الشيخ وهو مجمع مصانع الرمال السوداء. يشرفنا الحديث بشكل اكثر تفصيلا عن دور هيئه المواد النوويه الاستاذ الدكتور حامد ميرا رئيس هيئه المواد النوويه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. لو نتعرف من حضرتك بشكل اكثر تفصيلا عن افتتاح او مشروع اليوم. والله خلينا بس نعود بالذاكرة شوية لأصل هذا المشروع واللي أنا دايما أقوله أنه هو بيعظم دور البحث العلمي التطبيقي وقدرته في مصر على تخليق كيانات صناعية لها مردود اقتصادي طالما توفرت البيئة المناسبة لذلك وهنا يحضرني لازم نتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس على القرار السياسي القوي بافتتاح وتاسيس الشركه المصريه للرمال السوداء والحفاظ على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعيه الحقيقة بتعود بيعود تاريخ هذا المشروع لاستكشافات قامت به هيئة المواد النووية عن طريق طائراتها الاستكشافية الخاصة تم استكشاف العديد من مواقع الرمال السوداء على شاطئ البحر المتوسط من إدكو غربا حتى رشي... حتى العريش شرقا وأيضا على ساحل مصر الجنوب الشرقي على ساحل البحر الأحمر الحقيقة تم بعد ذلك عمل دراسات جدوى عديدة من هيئة المواد النووية على الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال الخامات رجعت الدراسات دي وقيمت من كبريات الشركات العالميه العامله في هذا المجال حتى وصلنا للحظه التعاون بين هيئه المواد النوويه والشركه المصريه للرمال السوداء اللي بتتجسد في الموقف اللي كلنا بنحضره الان داخل مجمع مصانع بلطيم. دكتور حامد يعني ابحاث بتجرى ويعني دراسات حول هذا المشروع منذ سنوات طويله ولكن في هذه المرحله القياده السياسيه اتخذت القرار المهم بتنفيذ هذا المشروع نظرا لاهميته والاستغلال الامثل للثروات التعدينيه او المعدنيه اللي موجوده في مصر لاي مدى حضرتك شايف الانعكاسات الايجابيه لهذا القرار على مستقبل بل هذه الصناعه في مصر وأيضا الأهميه الاقتصاديه. الحقيقه يا فندم زي ما سيادتك تفضلت هذا المشروع كان ينقصه إراده سياسيه قويه لإسقاط هذه الدراسات وتحقيقها على أرض الواقع. مشروعنا اللي احنا بصدده اليوم هو له أكثر من بعد. البعد الاقتصادي وده بيظهر في كم المعادن اللي موجودة الاقتصادية اللي والاستراتيجية أيضا اللي موجودة داخل رواسب الرمال السوداء هم ست معادن لهم دور فعال جدا لهم تطبيقات صناعية واستراتيجية هامة جدا يمكن بسرعة بعجالة بنقول زيركون المنايت روتايل ماجنيتايت مونازايت جارنت دي معادن الرمال السوداء لكل منهم دور فعال وطيف واسع من التطبيقات الصناعية والاستراتيجية يمكن هنا هناك بعد يمكن يكون خافي شوية وهو البعد البيئي انت حضرتك بتطهر السواحل المصرية من الآثار السلبية لهذه المعادن وبالتالي بتمهد الطريق هناك في المنطقه الساحليه لاقامه مشروعات استثماريه سياحيه كبرى ايضا هذا المشروع ما يميزه واحنا داخلين على مؤتمر المناخ اهم ما يميزه لا انبعاثات كربونيه انعدام تام للانبعاثات الكربونيه لانه مشروع صديق للبيئه بكل اطراف ما بتستخدمش فيه كيميكال فده البعد البيئي، عندنا بعد اجتماعي مهم جدا ان سيادتك بتنمي هذه المناطق اللي احنا واقفين فيها، ايجاد فرص عمل الاف من فرص العمل هتتضاعف مع تضاعف مشروعات القيمه المضافه على هذه المعادن، لان طموحات المشروع ليس انتاج وتسويق المعادن وفقط، وانما اقامه مستعمره من الصناعات التكنولوجيه على هذا المشروع، يبقى انت عند سيادتك ثلاث ابعاد اقتصادي، بيئي، مجتمعي، لان انت عملت بنيه تحتيه في هذه المناطق من تمهيد طرق من خطوط كهرباء عشان تخدم على المشروع خدمت على مناطق وبالتالي الثلاث عناصر دول يا فندم بيدخلونا ان يوضع هذا المشروع ضمن مصاف مشروعات الاقتصاد الاخضر احنا بنشكر حضرتك الاستاذ الدكتور حامد ميرا رئيس هيئه المواد النوويه شرفتنا والف مبروك يا فندم شكرا ومبروك لمصر شكرا يا فندم شكرا